بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل شوربه سبانخ بالبطاطس المسلوقه، وهنعمل كمان سلطه مكرونه بالفراخ، وهنعمل كنافه بالمانجا بطريقه لذيذه بالذات لو عندنا ضيوف. تعالوا نشوف مقادير الشوربه. هنبقى محتاجين سبانخ، دي سبانخ فروزن، عايزينها فروزن طازه طبعا، كل ما الحاجه بتبقى طازه كل ما بتبقى احلى. سبانخ وليمون ومرقه خضار وبصل وكريمه لباني وكرفس، ودي بطاطس مسلوقه. اول حاجه خالص هنعملها ان احنا هنحط زيت، هسيبه كده بس ايه يقدح شويه. الكنافه هنبقى محتاجين جبنه اللي هي بيبقى فيها نسبه من القشطه، ومانجا طبعا مفيش مانجا طازه قوي الايام دي، فاحنا جبنا مانجا فروزن، وشربات. اما الكنافه بقى انا خلطتها مع السمنه او الزبده السايحه وحطيتها في الفرن. احنا عملنا كنافه يعني بكذا خطوه بنفس الطريقه، فقلت بلاش ان احنا يعني تزهقوا من الموضوع ده، فانا قلت اعملها واوريكم ازاي هنجهزها. اول حاجه البصل مع السبانخ والكرفس هنشوحه في الزيت، اتاكد بس ان هو سخن. اول ما نسمع الصوت ده نعرف على طول ان ايه البصل هيتشوح اول ما ينزل في الزيت. وبعدين هنحط الكرفس وهنحط فلفل اسود، ابتدي بقى دلوقتي احط السبانخ. واسيبها تتشوح شوية. سلطة المكرونة بالفراخ، هنبقى محتاجين مكرونة مسلوقة طبعا سلقاها ومغطياها عشان ما تنشفش، وهنبقى محتاجين صدور فراخ وبسلة وصوص الطماطم، عشان احنا اصلا هنعملها سلطة مكرونة بالتوماتو صوص هتبقى ساقعة، هتعجبكم جدا على فكرة، لذيذة قوي الاكلة دي وخفيفة مش تقيلة وفيها خضار ومفيدة يعني. ما ننساش ده بس اهم حاجة. هتبقى المكونات صلصة طماطم وعصير طماطم وبسلة وبقدونس وزبادي وفراخ فيليه زي ما قلت، ومكرونة. انا اخترت المكرونة اللي هي باسطوانات رفيعة بتبقى لذيذة قوي في الحاجات دي. نبتدي بقى نحط البطاطس، بس نهرسها الاول. اهم حاجة بس الليمون. طبعا لو هي سخنة هي عشان بردت، لو سخنة بتتفتت معانا على طول، هي عشان بردت فبتجمد. بس هنحطها برضو تتشوح، وكل ده اصلا احنا هنضربه بعد كده في الكبة او في الخلاط.
هسيبه كده. نبتدي بقى نفتح النار هنا ونحط الزيت. البطاطس اول ما حطيناها على النار ابتدت بقى ايه تطرى اكتر، ريحه كمان حلوه قوي 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 بجد. نشوف كده الصلصه، نبتدي نحط لها عصير الطماطم وهنسيب الصوص ده لحد ما يتسبك، وبعد كده هنضيف عليه المكرونه. ايه رايكم نطلع فاصل عقبال ما الصوص بتاعنا يتسبك والشوربه بتاعتنا تخلص مكوناتها ونرجع نكمل بقيه اكلاتنا؟ خليكم معايا. انا ما عملتش حاجه، كل اللي انا عملته ان انا بس استنيتها لحد ما تتسبك. نبتدي نحط معلقتين مايونيز فيها والزبادي. الزبادي بقى انا ليه هنا حطاه، بس انا مش هحطه دلوقتي، هحطه في الاخر عشان بيقطع لو حطيته دلوقتي. هحط البسله، وهسيبها برضو تاخد غلوة كده عشان ايه، عشان تستوي. نبتدي بقى نحط هنا المرقة، وبعد كده انا يا الخلاط انا ههرسها قدامكم، يا الخلاط يا الكبة اي حاجة انتم بتحبوها، بس انا ههرسها عشان عايزة يبقى فيها برضو تبان ان دي فيه سبانخ وبطاطس. اجيب الفراخ كده انا شوحتها كده، ابتدي احط عليها المكرونة. وهقلب كويس قوي، ريحتها بجد حلوة جدا. حطها هنا كده، بس عشان اضمن ان الفراخ استوت. طبعا انا بقطع من بعيد قوي، ما بلمس السكينه الطازه عشان دي لو جرحت بتبقى مشكله علينا، بس احنا يعني انا حاسه بس ان الفراخ تخينه شويه، فعايزاها اضمن انها تستوي من جوه ومن بره. نبتدي بقى نحط الزبيب ونقلب.
واللوز، هحط 3/4 واسيب شوية. هي دلوقتي جاهزة ان انا ابتدي اهرسها. ريحتها حلوة جدا. بس نوطي عليها بقى، نوطي عليها خالص ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه في دي. بس هعمل كده عشان ايه، اضمن ان مفيش حاجة ترتش عليا. حطيت لها بس شوية كريم بس كده تمام. نبتدي بقى نحط الكريمة. يعني مش قادرة احكي لكم على الريحة تجنن ازاي. نقلب الفراخ تقليبة كمان. هحط بقى الزبادي. الزبادي ده بقى لازمته ايه؟ بيكسر الدسامة بتاعت المايونيز. هي مش هتبان، وعلى فكرة لو ما حطيتوش زبادي هتبقى طعمها حلو برضه، بس بتخليها اطعم. اديت بقى دلوقتي ريحه حلوه قوي. هنجيب البقدونس هنحطها كده. نبتدي بقى نعمل ايه؟ هنحطها على المكرونة. طبعا الاكلة دي لذيذة في لما بنزهق من الفراخ واللحمة كتير، ممكن نعمل مكرونة زي دي ونحط عليها قطع الفراخ البسيطة دي. لو مش عايزينها من غير فراخ برضو هتبقى حلوة جدا. وكده هنجيب شوية اللوز
كده يبقى خلصنا طبق المكرونة بالصوص البينك ده، صوص بينك عشان بيبقى فيه مايونيز و والتوماتو صوص. ممكن نجيب بقى الشوربة، نعمل الشوربة. بجد ريحتها حلوة جدا، هي بتبقى تقيلة كده، عايزين نخففها اكتر، نزود المرقة ونزود الكريمة شوية عشان تخف، بس هي اصلا كده حلوة قوي ومفيدة جدا. نحط اللوز ده، معرفش هيختص ولا لا، هي المفروض تقيلة فما يختص. هي لونها عارفين شبه ايه؟ شبه كده لون البصارة كده. تمام، فدينا بقى دلوقتي عشان نعمل الحاجة الحلوة بتاعتنا اللي هي الكنافة بالمانجا. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا جدا. هنجيب الكنافة اللي احنا شوحناها او حطيناها في الفرن لحد ما بقت اللون ده. هنحط هنا كده حبة حبة، ومش هغرقها قوي بالشربات عشان انا عايزاها تبقى كريسبي. بس كده كفاية، ممكن نزود شوية كنافة. هنجيب شوية فستق هنحطهم جوه، احنا بقى اللي عاملينها في البيت، الناس بتحب قوي الفستق فعايزين نحسسهم ضيوف بقى لما يجوا. احنا دايما اصلا لما بيجينا ضيوف بجد بنحس ان احنا بنحب نقدم لهم احلى حاجة عندنا، وبنبقى دايما كرمه كده. فايه احنا هنبقى كرمه في الفستق النهارده. هنجيب بقى ايه دلوقتي، هجيب قطعه صغيره من الجبنه، صغيره قوي، هخلطها كده وبعدين ايه، بس قطعه صغيره قوي عشان ايه اضمن انها فيها جبنه. والمانجا وشوية من العنب وايه، وهخلطها. انا ليه سبت شوية كده؟ عشان انا مش عايزاها تبقى طرية. سامعين الصوت ده كده؟ تمام، نبتدي بقى ايه نشوف هنزوقها ازاي. هجيب بقى كده، دي حاجات للضيوف. عارفين بقى دي احلى في ايه؟ ان احنا لما يجي لنا ضيوف، اصلا الكنافه لما بنيجي نعملها لما بيجي لنا ضيوف بالذات لازم لما نقطعها، يعني ممكن تتهري مننا بالذات لو جواها فاكهه او نعملها بالطريقه اللي هي زي العثمانيه. فدي بقى حلوه في ايه؟ ان كل واحد ياخد الكب بتاعه او الكاسه بتاعته وياكلها لوحده كده، بتبقى لذيذة جدا. طبعا احنا بعد لما نعملها كده
نحطها في التلاجة قبل ما نقدمها بساعة على الأقل، عشان يبقى طعمها تبقى أطعم وأحلى. بس كده بقى نشوف بقى هنعمل ايه. هنحط الكنافة هنا كده، وهنحط حبة هنا كده برضو حلوين، شيل دي خلاص كده. طبعا المانجا الفروزن بتبقى مهرية شوية غير المانجا الطازة. نجيب بقى هنا كريم شانتي، او ممكن بالجبنة اللي احنا عملنا بيها برضو نعمل نفس الحركة. قطع كده من المانجا وعنبية، ممكن نحطها هنا كده للتقديم. رأيكم كده النهاردة عملنا الكنافة البسيطة دي اللي بالمانجا، عملناها في كابس سيبريتد او كل حاجة منفصلة عشان تبقى سهلة لما يجينا ضيوف، وزي ما قلتلكم تتحط في التلاجة لمدة ساعة قبل ما نقدمها، وحتى قبل يعني تتحط في التلاجة وهي خلاص متزينة كده،
وعملنا كمان شوربة السبانخ بالبطاطس البوريه والكريمة اللباني، وعملنا مكرونة بالصوص البينك اللي هو عبارة عن توميتو صوص مع المايونيز، وحطينا جواها لوز وزبيب وزوقناها بالفراخ او بشرايح الفراخ، الفراخ المشوية او شرايح الفراخ. يا رب النهاردة الاكل يكون لذيذ وجديد، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.